أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهل المحدث يشمل العاصي الفاسق والمبتدع البدعة المفسقة والمكفرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. المحدث يشمل من عليه حد من الحدود، حد قتل أو حد سرقة أو حد مسكر، هذا محدث يجب إقامة الحد عليه، ولا يجوز لأحد أنه يعترض أبدا، بل عليه أنه يساعد في إقامة الحد عليه ولو كان من أقرب الناس إليه. كتب عليكم القصاص، كتب عليكم جميعا. ويشمل المحدث أيضا المبتدع، المبتدع الذي بدعته مكفرة، ارتكب ناقض من نواقض الإسلام وهو داعية من دعاة الضلال، يخشى على المسلمين من شره وإضلاله، هذا محدث يجب أن يمكن السلطان من تنفيذ الحكم الشرعي عليه لأجل أمن المجتمع على عقيدتهم وعلى دينهم من هذا الداعية المضل. نعم.